عودة إلى المغرب، حيث اختتمت نهاية الأسبوع الماضي في طنجة فعاليات الدوري الدولي للتنس المنظم من طرف النادي البلدي لكرة المضرب بمدينة البوغاز وبرعاية الاتحاد الدولي لكرة للتنس وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للعبة. هذا الدوري الدولي المصنف في المرتبة 278 والبالغ مجموع نقاطه 15 نقطة حسب التصنيف العالمي، عرف مشاركة حوالي 128 ممارسا مثلوا 15 بلدا. ويهدف هذا الدوري إلى جعل رياضة التنس في متناول جميع الفئات الاجتماعية بمدينة طنجة من أجل صناعة أبطال الغد في رياضة الكرة الصفراء. وتوجب اللقب في هذه الدورة الإيطالي فيليبو موريني الذي تفوق في المباراة النهائية على الفرنسي كورنتان دينيلو بجولتين دون مقابل وبواقع 7-6 و6-3. Very happy about what happened. It was a very long and tough week. أنا سعيد جدا بخصوص ما حدث طيلة هذه الدورة. كان أسبوعا طويلا وصعبا، لم أكن أتوقع في البداية وصلنا هذا المستوى، لكن أعتقد أن انطلاقا من المباراة الثانية بدأت أثق في قدراتي وإمكانياتي إحراز اللقب. أنا سعيد للغاية بهذا التتويج. علي التركيز الآن على المنافسات المقبلة التي ستحضرها مدينة الرباط. وهذا الدواي اللي كنشكو في الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب اللي منحتنا الثقة باش ننظموا هذا الدواي هذا الدواي صراحة اللي عرف واحد النجاح كبير على سبيل الذكر مصنف عالميا في الطابلو اللي عندنا نمرة واحد مصنف عالميا 278 وكاين 278 كاين 300 كاين 500 وشاركين فيه جميع الدول من جميع انحاء العالم، جاهم استراليا امريكا اللاتينيه من الولايات المتحده من فرنسا من بلجيكا، وكل دوله كتجي وكتجي معها واحد المجموعه ديال اللاعبين ما يزيد عن 4-5 لاعبين بالكوتش ديالهم الطين ديالهم.